مساء الورد عليكم، كيفكم وكيف استعداداتكم للاختبارات؟ طبعا الاسبوع الجاي كله اختبارات، يعني انا كمان يمكن ما حنزل مقاطع الاسبوع الجاي. فش اسمه اليوم راح اعمل لكم مقطع ايراني راس التوليب، راح اخلي الجد ايراني راس التوليب التوليت توليت لا ليش اقول توليب؟ ما ادري، توليت رأس المرحاض. فقبل أن نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، فجروا مقطع لايكات وتعليقات وانشروا في كل مكان. طبعا أنا اليوم جاتني هذه الفكرة، قلت يلا خليني أسويها، إنه الجدة هذه هي رأس المرحاض لأنها شريرة، فقلت يلا خليني أسويها كذا إنها هي رأس المرحاض وأشوف الناس اللي هنا. هنا ما أدري ما شاء الله في ناس كتير في شو اسمه اليوم في بروكيفن، ما شاء الله ناس مرة كثير. يعني مو على العادة اليوم أنا بسجل في الصباح، دايما ما يكونوا موجودين ناس يا الصباح أو الليل. اليوم بسجل في الصباح، ما شاء الله أشوف المكان ما شاء الله مليان، وأتوقع أغلبهم عرب اللي موجودين، يعني أحلى حاجة مطلوب. شو أقدر أطلع هذا الحصان الأسود؟ ترى أحب الحصان الأسود على فكرة مرة. فدحين ابغى اسوي لكم الجدة هذه في بروك هيفن، هي راس التوليت. طيب فدحين نشوف اعملها هنا خلاص في نفس المكان ده ونشوف. دقيقة كده، ايوه مرة احب هذه الحركة باللابتوب، تصير مرة حلوة. بس دحين انا بوريكم اول شيء خلينا نشيل هذه الاشياء اللي عليها كلها، وبعدين نبدأ نسوي شخصيتنا لليوم. طبعا شلت الاشياء هذه، اول حاجة حيكون معانا حنسوي الجدة جراني. طبعا انتوا شفتوا كده الشخصية انا سويتها، نزلت لكم المقطع. ايش هذا اللي قلته؟ المهم اكيد شفتوا هذا المقطع انا نزلت لكم. هو اللبس، واو تعالي جي مفاجئ. دقيقة بس، ايش اسمه البنطلون؟ ايش بيقول لي؟ لا ايش اللي اتنين؟ ايش شيئين اتنين؟ كل واحد هذا البنطلون. ياهو ايش اسمه؟ خلاص كملت الشخصية، هي كده الحين الشخصية كاملة. باقي الحين احط لكم المرحاض. لا هذا مو زي وجهها، والله زي وجهها مرة. اولا نسيت لكم الشخصية ما كانت كده، وشعرها المقرطة ذاك اللي كده شوية من هنا ومن هنا شوية نفس الشخصية. الوجه زي كده، ما ادري حسيتها الوجه مناسبها اكثر مرة. فاذا كنتوا حابين خدوا المقطع، شو اسمه قصدي، خدوا الاكواد هذه عشان تسووها في ماب البيوت فبروك هيفن. فدحين انا راح اوريكم كيف راح نسويها راس المرحاض. طيب خلينا اول شيء نفجع الناس ونشوف. واو شوف هذا الرجال كيف طويل، كيف هم بيصيروا كده طوال من جد؟ هو كده انه مستشفى يا ولد، الدكتور محمد مدير العام للمستشفى. يا حركات، شوفوا انا وسط الدكاترة وسط الاطباء. هاي دكتور محمد، خلينا نشوف. اشوف دكتور محمد، هاي دكتور، خلينا نشوف. هاي دكتور محمد، استهبل عليه. وانا هنا ام غالبا على البيرود. خلينا اسوي لكم شو اسمه جسم الشخصية، ابغاها رجال وكذا، فابغاها اللي زي كذا. اوكي كده تمام، مو ايوه اهلين. اليوم ما شاء الله في ناس، شو اسمه في عرب دحين. طيب اخليها راس الجسم زي ما قلت لكم راس التوليت. فدحين احط لكم الاكواد حقت المرحاض، راس المرحاض هذا هو الكرسي. طيب وهذا ال شو اسمه الغطا حق المرحاض، وع والله قرف سعد. وهذا اليوم ما شاء الله شلونك لمار؟ اهلين دكتور محمد. دكتور محمد يسولف شكله معايا،
خلينا نشوف. والله كأنه الكرسي حقهم فيه موية ولا فيه شيء، كأنه ما ادري شيء لون اخضر، والله مرة يقرف. فشوفوها الشخصية هذه، هي الشخصية اللي جات في بالي. يا عمري ليش يا الله مرة. طيب المهم، شوفوا الشخصية هذه اللي سويتها لكم، فأنا كنت بسويها زي كده يعني إنها تكون شخصية مرعبة. فبس اللي هنا الناس اليوم كوميديين بزيادة، شكلهم كده مرة وعندهم سواليف مرة مهمة، وما حد بيديني وجه طبعا منهم. تعالي بالليل دخلت معاك ما رضيت، أشوف زعلان منك. أنا إيش بهم دول يا شيخ؟ أنا إيش أبغى بدول؟ خليني أروح أشوف الناس الباقية، أشوف هذا مين 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 مين. ما في أحد المشكلة، أبغى أي أحد يعبرني، ما في حد بيعبرني ولا حد خايف مني ولا شيء، لحالي لحالي أنا بس. والله هذا مقطع لليوم، اليوم مقطعي مرة قصير، فأنتوا رتبوا هذا، رتبوا الفكرة، شفتوها أنا سويت لكم إياها، فأنتوا رتبوا الفكرة وسووها زي ما تبوه. هحط لكم الأكواد نهاية المقطع، وش اسمه هذه أنا سويتها جراني راس المرحاض. في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، فجروا المقطع لايكات وتعليقات، وانشروا المقطع في كل مكان. وش اسمه، شكرا على تفاعلكم على آخر مقاطع، مروا على آخر مقاطع إذا ما شفتوها، مروا وشوفوها. وأحبكم ومع السلامة، وإن شاء الله نشوفكم بعد الاختبارات.